السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم غنحضروا بريوش رائع وبسيط، كيجي في نفس الوقت مسفج ولذيذ بزاف بطريقة جد مبسطة وسهلة. دخلكم على المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الفرز، أي الرطب ما يعادل تقريبا 4 أكواب، كوب واحد ديال الدقيق الفينو اي دقيق القمح ما يعادل تقريبا 100 غرام، نص كاس ديال الزيت ما يعادل 100 ملل، نص كاس ديال السكر الخشن اي سنيده ما يعادل 100 غرام، عندنا 4 الحليب ما يعادل تقريبا كوب وربع، بيضه واحده، نص ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، صاشيه ديال الفاني، قليل من الملح. بسم الله كنصبو دقيق الفرز اي الرطب، قمح فينو، قليل من الملح تقريبا نص ملعقة صغيرة، خميرة ديال الخبز كنديرو فوقها السكر باش كتفاعل ضد الخميرة الضيا، كنديرو تقريبا السكر في الأول هدرت فانيا ماشي السكر، تلفت، بيضة واحدة، عندنا درت صاشيت فانيا درت على الخميرة، درت دابا سنينة هنا كنمزجو هاد الخليط بهذا الشكل، كنديرو الزيت وكنبقاو نمزجو، من بعد كنجمعو العجين بالحليب، الحليب يكون دافئ بعض الشيء. بسم الله كنبقاو نصبو شيئا فشيئا، حنا كنجمعو العجين ما كنصبوش مرة واحدة باش نستحكمو في العجينة ما تجيناش جاية بزاف. بعد ما جمعنا العجين صبحت على هذا الشكل، كتجي هكا على هذا الشكل خفيفه بعض الشيء، كنحاول نلقوها ودائما حليب حسب الخليط، لان كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي كيجي هو هذاك، كنبقاو نصبو دائما شويه بشويه حتى تنجمع العجينه، وكنبقاو نلقو العجينه مزيان حتى تنحصلو على عجينه لينه رطبه. بعد ما دلكنا العجينه صبحت على هذا الشكل، كنبقاو كنلقو فيها حتى تصبح لينه. انتما كي كتلاحظوا انا ما تلصقش لينا في الكسريه لانها راه مدلوكه مزيان، الان كنغطيو عليها ونطبقوها حتى تتضاف الحجم ديالها. كنطبقوها حتى تتضاف الحجم ديالها. بسم الله بعد ما تضاف الحجم ديال العجينه كنحطها بهذا الشكل كما كتلاحظوا، أو صداف الحجم خبلات، الآن كناخدوها وكنسرحوها بالمدلك، بهذا الشكل كنديرو قليل الدقيق وكنحضرو كنبقاو كنسرحو فيها حتى نحصلو على الحجم اللي بغينا، قليل الدقيق شوية مش بزاف، كنبقاو كنسرحو فيها حتى تكون لينا دائرة كبيرة. بعد ما سرحنا العجين كناخدو هاد القطعة، نتوما كتلاحظو السمك ديالها كيفاش داير، مغليظش مرقيق، كناخدو هاد القطعة على هاد الشكل، ولي ما عندو هاد القطعة كياخد هاد الدائرة كيشوف شي دائرة صغيرة من تحت منها كيقطع بها على هاد الشكل. بعد ما قطعنا الكل كنحاولوا كنحيدوا هاد العجينه، كنذوبوها بهذا الشكل وكنوضوها في الطبق، هانتوما كتلاحظوا كنديروا هاد الوسطيه وكنوضوها في الطبق، هاد الطبق هنا وكنستفوهم في الطبق وكنبقاو مستمرين حتى تنكملوا الكل.
بسم الله. بعد ما درنا جميع العجين في الطبق، الان كناخذ هذه العجينه فكنضيعوها، شوف نحاولوا نجمعوها نعاود نسرحوها ونديروا واحده اخرى، كنطبقها بهذا الشيء ترتاح شويه بهذا الشكل، نعاودو نسرحوها بسم الله. بعد ما كملنا العجين الان كنغطيو عليهم، تنتركهم تقريبا 4 دقائق حتى 5 دقائق. بسم الله، بعد ما صبنا العجين تقريبا 4 حتى 5 دقائق، كناخذ هذا الصفر ديال البيضه ها هو، وكنطربو كناخذو جوج جلال باش نزينو، ونزين دائما حسب الذوق، كنطربو مزيان. بسم الله، الان كنحاولو ندهنو مزيان بهذا الشكل، بعد ما دهناهم كنحاولو قليل من الجلال، كنبقاو مستمرين حتى نكملو الكل. بسم الله، بعد ما كملنا جميع البريوش وزيناهم بهذا الجلال كندخلو للفران. الفران راه سبق لينا سخناه كيكون ساخن، وكنقصو عليه العافيه كتكون العافيه متوسطه، وكنراقبهم حتى تطيب. الشكل النهائي ديال البريوش كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع ولذيذ ومسفش وسهل التحضير. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، جربوه بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.